سماكم الخوت كما وعدناكم ببرومو اللي غادي نكونوا دايرين ان شاء الله في الكيتما اونسومبل. هاد الاونسومبل اللي كتشوفوا كامل هنا حاليا، هاد السلعه هذه كانت عندنا فيها ستوك ديالها، كانت كاين اللي كان فيها 100 في الموديل ولا 120 200 300 كل حتى شنو بقى فيها. المهم هاد الشيء، هاد السلعه هذه كانت اللي بحال دابا هاد الموديل هذا كندير 330، هذه كندير 430، 380، 370، كل وحده شنو كديرها 330. هادو موديلات مختلفين، كل موديل شنو. المهم حنايا الفكره اللي بغينا نوصل لكم، هاد السلعه هذه بقات لنا شنو بقى لنا فيها، بقات لنا فيها هاد تقريبا قدر تكون واحد 300 ولا 400. حيت كاين هاد 3 فاس، كاين الفصل الاول هو هذا، هاد الفاس هذا كامل غادي يكون داير برومو 250 درهم. هاد البرومو هذا شنو غادي على حسب لا كونتيتي اللي كاينه حاليا دابا، تقدر تكون هنا تقدر نضرب هاد السولد هذا غيضرب يومين ثلاث ايام، لان راك عارف تبارك الله كاين الطلب فيها. وهذه سلعه زوينه، حاجه وحده اللي فيها هنا تقدر تلقى مثلا بحال دابا هذه، تقدر تلقى فيها مثلا بقى هنا غير ام ياك، تقدر تلقى هاد لاكوست هذه باقي فيها هذه بحال دابا هذه باقي فيها الكرونتاي والبتي طاي. كنديرها 330 دابا حاليا، دايرها في البرومو ديال 250 برادا، كنديرها 330 خطيره بزاف. ولكن بقى بحال دابا هذه لي كولور بقى فيها هاد اللون هذا، ولكن بحال دابا بحال ديال ما بقاش بحال دابا هذه، عاوتاني اللون اللي بقاو فيها هما هادو برادا، بحال دابا هاد البوس بقات فيها هاد اللون هادو. المهم هاد السلعه هادي كامله غتكون برومو ان شاء الله لمده ديال 3 ايام، باش تحيد هاد ليكيدا غنديرو بحال غادي نديرو ليكيداسيون لهاد السلعه هادي كامله ان شاء الله، غتكون كامله دايره 250 درهم. ومرحبا بالجميع، هاد الصوت هذا غيبدا غدا ان شاء الله في الصباح، ومرحبا بالجميع. فيه الموديل بزاف فيه ماي